السقعين والسقعات اليوم ماشي معاكم. اليوم غادي ندوي مع المرضيين والمرضيات الوليدات الصغيرين. جبت لكم واحد أكلة شهية. غادي نغسلوا لي زيبينار مزيان غير يبرد واحد شويه وغنبداو نقطعوا فيه بحقه. بسم الله غنبداو على تبارك الله. نص كيلو ديال لي زيبينار، نص كيلو ديال ريكوتا، هو جبلي وقيله. ما تديوش عليا راني ما قاريش بزاف. شويه الملح حيت كاين الريكوتا، شويه الفرماج هو البارميجانو ماشي هذاك المالح، شويه غنخليهم من الفوق. اللي بغى يدير جوج بيضات يديرهم، انا ما غنديرهمش. تحياتي لدوك اللي كيقول لك كتقلد يا السقعين والسقعات. الا بان لك ناشف بزاف شويه ديال سائل البقر والحليب ثم احركي، ثم نبدا عمليه طيب. كيف شتونا ادي المطايب درتوها في المقله، نديرو فيه شويه الملح. بالنسبه لهادو غير كيتحطوا كيتهزوا بالزربه، حطوا لي شي شيفونه من الاحسن. ناري طاحت، دو نهزو بالوحده بالوحده، نحطوها تنشف واحد شويه هنايا، نحطوا وحده اخرى فوالا، نديروها بالزربه. غادي نبداو على تبارك الله. واحدون اثنان ثلاثة، ثم نقطعه مسح سبعي. واحدون اثنان، ثم ندوره القليل، ثم هيك. بعد ما صوبناهم كاملين هنا ستفناهم مزيان، غادي نمشيو ناخذ مطيشه طيبتها واحد نص طيبه ودرت فيها شويه الملح، وغادي نكبوا واحد شويه الفوق، غادي نمشيو نمرمدوها مزيان. وغادي ناخذ بيشاميل ديالنا حتى هو، غادي نبداو نديروا نمرمدوا فيها، اما غنديرهاش كامله. وثم اخرها الفرماج اللي هو البارميجانو ريجانو. يا وهنا هي موجوده واجده ونادره وحاضره. ثم الاخوان كتجي على هاد الشيء شفتوها، شو تبارك الله كي بنينه ولذيذه وباينه مقرمشه ومقرمله ومهرمشه. كنمشيو غير بشويه بحكايا، قسموهم على جوج بحكايا وديروا بحال لازانيا، بحال بغات يهزي اللازانيا يا الصقعه. يا ثم نعملوا لها هكذا، هنا الصحه والراحه. ها انتم كيفاش كتجي من الداخل، داكشي راه كيبقى بنين لذيذ. نتخاطر معاكم الصقعات، الى الوليدات عندكم غيحماقوا عليها.